السلام عليكم. مكناس اليوم زين العابدين، صناعة تقليدية على اليسار، مركب المجمع والغرفة كلهم مجموعين على اليسار. انا اكبر محطة ديال الطوبيسات. زيد لالي، زيد وزيد 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 زيد 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 خلاص. هذه الحفرة، هذا الباركينغ راه تسالا، ولكن ما عرفتش شنو كيتسناو، واش بغاو يتشنو كل شيء في مرة. كاين شي خدمة لهيه، بانوا لي شي وحدين خدامين. وهاد البلاصة كيقادوها خلاص، هاد البلاصة بغاو يهبطوها يمكن كاملة يعاودوها. هيا على اليمين رشيد الهدي مرحل، الساحة مازال خاوية. هذا باب منصور، وهذا نشدو اليوم ان شاء الله بحول الله الطريق ديال مولاي ادريس. مولاي ادريس زرهون، الهبطة ديال ديار السمن. باقا خاوية 9 و16 دقيقة، حرارة 22 درجة، يوم توصل 34. غادي نطلعو حتى الكوميسارية سنترال، ومن تما حداها نقبطو الطريق الوطني رقم 13 اللي كتدي لمولاي ادريس. غندوزو على مليوصة ونخليو طريق سيدي قاسم، ونتبعو حنا ديما الطريق رقم 13. الطاكسيات ديال بوعماير يعني تيبان بين الطاكسيات ناقص، يعني واقفين، يعني مازال بنادم ما محركش مزيان. كاين ناس غادي لا بيسي، كتلاحظوا الناس على اليسار هما قاطعين، يعني غادي لا بيسي، يعني غيكون لا بيسي عامر هذا الصباح. زيد اودي شي واحد عنده التران، بلا كان شي واحد يدي قبض التران، كاين التران مع قتلو شي 3 دقائق، مع 9 و21 دقيقة على ما اضي لو بقيت عاقل. حيت الترانات كاينين فراس كل ساعة، كاين التران مثلا الرباط دار البيضاء فين ما بغيتي تمشي، كاين التران على راس كل ساعة. تنظن هذاك خاصو يمكن هذا هو فاش تكون بحال هكا. هاد ما الطاكسيات كيمشيو زعما مزيان، حنا عندنا الطاكسيات مزيانين، الشيافر زعما بعقلهم، ولكن بحال هكا تيكون شي واحد مثلا بقاتلو 2 دقائق التران، تيقدرو يديرو داك زيدي زيدي هاد المرة زيدي، تيقدرو يديرو بحال هاد السياقة هادي. كوميسارية سونترال هي هادي اللي مدرك الطوبيس، حنا غادي ناخدو طريق الوطنية رقم 13، طريق مولاي ادريس. الطاكسيات عاود فين واقفين، يعني كيبان بان الناس باقا ناعسة. اليوم السبت،
سعود و19 دقيقة نسبة مع الحرارة يقصروا شوية. طاكسيات ديال مولاي إدريس يكونوا هنايا، يكونوا هنا تيكونوا حتى شوية لتحت، كاينين هنا و تيكونوا هنا، الأغلبية كاينين هنا. بحال دابا النقل المجداويج والكيران وهذا تيوقفوا هنايا، تيفوتوا الضو الأحمر و تيوقفوا على اليمين. فين واقفين دوك الناس؟ هذوك الناس راه كيتسناو المركوب نيت، اما سيدي علي اما مولاي ادريس، المهم ديك النواحي. بالنسبه للزقوطة تيكون المركوب مزيان نهار الاثنين تيكون المركوب، يعني حتى يكون السوق في زقوطة، ولكن من غير الاثنين المركوب ما عاد الا تجمعوا البلايص، الا ما تجمعوش البلايص يمكن خاص مولاي ادريس ولا كاينين الكيران. خلاص الكيران اللي تيديروا وزان الشاون كلهم تاي هذا جرف الملحة، تلقى كاين شي نقل مزدوج. هاد الدور على اليمين كتطلع للساحة ديال العمالة، كتطلع العمالة ساحة عبد العزيز بن دريس تنظن سميت ديك الساحة، الساحة ديال العمالة تاع عبد العزيز بن دريس. هادي على اليمين كتطلع لانتيلسيا، هاد الطريق هادي كتطلع لانتيلسيا وكتخرج حتى في الاوقاف. هضرت على الزيتون، الزيتون ساعة شي ناس ما عجبهمش الحال، شي وحدين باغي يكون الغلا الصالح ديالهم يكون الغلا بوالور. أوفان الشاحنات تقل ديال وزارة التجهيز.
جبال زرهون اللي تيبانوا قدامنا. مقدمة جبال الريف. هادي مليوصة. الحرارة طلعت 23 ولكن الجو زوين هاد الايامات كلها، غيكون ان شاء الله الجو زوين. هاد المقطع مدقدق، هاد المقطع هاد تمسنا. نديرو واحد الفيديو شامل على مولاي إدريس من بعد الموسم ديالو، حيت داز الموسم، داز في البداية ديال الشهر، كان من 8 لـ 15، ولكن ما قديتش نطلع له لحقاش كان عامر، كان عامر بزاف، قالوا لي حتى السيارة ما كانش فين تحطها.
رقم 15 هو اللي كيدي المولاي يدير الزراعه. هاد الرون بوان هذا على اليسار هي الطريق ديال سيدي قاسم، كدوز على عين كرمة. الطريق الوطنية رقم 27، حنا غادي نبقاو ديما في الطريق الوطنية رقم 13، غنمشيو على اليمين. ديك السيمانه شعلات العافيه انا جهه المغاصيين، واحد الغابه هنايا واحد البارك، الساعه دخلوا الطيارات ديك الكنادير وطفاو هاد غياض، يعني طفاو في واحد المده قياسيه يعني مكملش 24 ساعه. تيقول لها باب الرميلة ولا بقيت عاقل، باب الرميلة. هذا هو الشجرة اللي كيسمع به، هو هذا سمي على هاد الشجرة هادي. ساعة بانت لي راه يبست عرفتش علاش، الشجرة جات جنب الواد علاش مسمي هاد الواد واد الشجرة. حدائق بلادنا اوتيل ريستورون، حدائق بلادنا. كناس المولاي إدريس كاينه شي 30 كيلومتر مع الطريق فيها لي فيراج، دونك تندير اكثر من 30 دقيقه. نورمالمون 30 كيلومتر كندير فيها 30 دقيقه. هذا باكوراي ولا سبت شحجوع، الحاجب مع الطريق مضوبلة تندير فيها اقل، لكن هنا لا، هنا مع لي فيراج مع 60 ندير فيها تقريبا 35 حتى 40. الكوفر داك الباجاج اللي في الكوفر تيتهز ويتحط. لحقاش في ليماج ما غاتبانش في الصورة،
مزالين في المطبات. الدورة ديال سيدي علي هادي كتدخل سيدي علي، جوج هاد الدخلات هادو، فاش تيكون الموسم سيدي علي كيديرو وحدة كتدخل هادي، هادي كتدخل والأخرى التحتانية كتخرج، كيقسمو الطرقان. هاد الطريق كتهبط لعين كرمة، اللي كان جاي من مولاي إدريس وبغى يخرج لعين كرمة يدوز معاها ماشي مشكل، ولكن من مكناس لا، من مكناس يمشي مع سيدي طريق سيدي قاسم. هنا تيقدر يكون الرادار في شي بلاصه هنايا، و لي جوندار تيكونوا شويه قدام. هذا فكرون، فكرون في وسط الطريق، درتو بين الروايض، ولكن دابا هو دابا فين ما دوش شي سياره يتخبع، فين ما دوش شي سياره ما عمرو يخرج يكمل القطعه ديال الطريق. تفكرون بوري هذا ديال برا ماشي ديال الماء، ديال الماء كيكونوا خانزي وما تيترباوش، هادو كيترباو، هادو هادو يمكن كاين بزاف الناس اللي كيديروا في الدار. مابقاتش دابا هاد الظاهره، ولكن شحال هادي كانت، شحال هادي كانت ديما كتدخل الدار كتلقى شي فكرون، وفكرون كتجي واحد الوقت ديالو فين تايصوم، فين تيدير ديك ليبرناسيون، تيجلس واحد الشهرين ولا فوقت البرد،
تيتخبع صافي تيمشي شي قنيه وما تلقاهش بحال راه مسافر. عاوتاني من تيزيان الحال تيخرج. الماكله ديالو ساهله كيعطيوه مطيشه يعطيوه الخص. داكشي اللي كان كياكل يقدر كاع ما ياكلش ما يكون نهار. أشغال الطريق 7016 الطريق الإقليمية إلى يادي اللي يديروها من هنا تخرج في الطريق في طريق فاس تخرج قريبة الواد جديدة ما غتخرج. واش هي هادي اللي على اليمين؟ جبال مولاي إدريس. هذا واد خومان
تسعى اليمين الى مشينا نيشان كنلقى وليلي غير واحد شويه واحد جوج الكيلومتر ولا ثلاثه د الكيلومتر ولقاو فولوبيليس مدينه وليلي تلقاو الهبطه ديالها على اليسار. حنا ندخلوا لمولاي ادريس ما نطلعوش نيشان نجيبوا الدوره من الوسط من الوسط طاحت الشتاء انايا واش الشتاء ولا نشوف واش فاز كاع الدنيا كامله طاحت الشتاء ضربات الشارع هذا هنا تبارك الله تبارك الله الجاير هذا برجي بلج والبرجي المو باين لي داكشي مكروازي هادي شتا هادي رعدة طاحت هنا في مولاي ادريس. نسولوا الناس في السوق وقاش طاحت هاد الرعدة هادي رعداني ديال بصح هادي شوف شوف المهم اثار ديال الرعدة يعني المادة الما هنا يبان لك المقاطع بالهيشر نقطة مازال في الشجرة هي طاحت قدام النقطة ديما يمكن كانت في الشجرة هذيك هذه الباب الأولى ترى عداني تاني السلام عليكم وقاش طاحت هاد الرعدة بالليل ما جاب لها خبار هذا هنا خان الحق تيشوش فيا يقول زعما شكرا ولا زعما راه انت عندك الحق وسمحتي لي ندوز السلام عليكم فوقاش طاحت هاد الشتيوه مع 5 الصباح قبل الفجر شويه تبارك الله تبارك الله مع 5 الصباح تبارك الله هذا مولاي ادريس تبارك الله عليكم السلام عليكم